أعزائي المشاهدين حلقتنا اليوم عن الطفولة طفولتنا الحلوة اللي لما كنا نذكرها نقول الله كانت أيام حلوة طفولة حلوة وبسيطة كان مثل إذا مشي واحد كبير ويسلم عليك وأنت هنا فرح ما فيش حد زيك ها الرجال سلم عليها عليكم السلام ولا الأستاذة مثل إذا وصيتك للفصل الثاني وقلت لك روح جيب لي طبشور أنت هنا تخرج كأنك مبعوث الأمم المتحدة كذا على مشيات مراد على مدار فرحان بنفسك وقت العصر كنا نخرج وقت العصر وكل واحد يجزع من بيتهم ايش خبز و... يعني الخبز هذا يكون من الظهر من امس من قبل يومين اهم شيء ما يطلعش فوق الطحالب الاخضر هذاك ولا شويه العطب وكان في واحد مننا يجيب معه داخل الخبز شويه بسباس هذا ايش الغني حق الشله يا غني ولا لما كنا نشل المصروف ونخرج البقاله ونشتري القعاله كان كل واحد يشتري قعالته كان في واحد من كذا نصاب الشله يجي يقترح علينا ان احنا كل احنا نجتمع ونعمل حفله ونجمع القعاله حقنا وبكذا هو قعالته تكبر ومن هنا تبدا مسيره حياته بالنصب ولا كان من اسعد اللحظات لما حد يقول لك والباقي لك هذه الجمله الذي اسعدت قلوب الملايين لما يوصيك للبقاله تجي تجيب له الحاجه ويقول لك والباقي لك هنا طبعا هو فرح فرح لا يعرف هذه الفرحه الا من قيل له والباقي لك ولا لما حد من اهلك الكبار يعني يوصيك تجيب له ماء تجيب له اكل طبعا احنا كنا واحنا صغار كل احنا نتسابق منو اللي بيجيب له الحاجه واحنا راجعين نقيس الجوده حق الاكل نقوم نطعم واحنا ماشيين ولا ندخل اصابعنا داخل الماء نقيس درجه البروده حق الماء كيميائيين كنا ولا لما كنا نروح البقالة ونشرب المشروب الغازي القواري هذا كان لما يزيد المصروف شوية نروح نشرب مشروب غازي إذا كان فرحتنا وانت رايح للبقالة تشتري المشروب هذا صاحب البقالة يوجه لك سؤال مرعب بتشربه هنا ولا سكب لك كيس طبعا هنا انت معك خيارين يا إما انك تسكبه له كيس ويروح الغاز يا إما انك تشربه قدامه وبسرعة فظيعة لأنه جالس يتفرج لك كذا بسرعة يشيل قارورة طبعا انت تشربوه هنا نفس واحد يطلع لك هنا العداد تتشروغ معاه تدريش مو طعمت والالعاب انا واحنا صغار كانت العاب بسيطه مثل ما نعمل بيوت بالمكاريت نعمل كذا رصائيه حاجه طبعا تجي البلديه هنا تقشعلك بالمكارت والمساند والمساند هذه كلها البلديه اللي هي الحقه ماما يعني العاب حلوه وبسيطه احيانا كنا نلعب بالطين واحيانا ناكل الطين نلعب غمايه نعمل مثلثات بعواد السكريم حب سمان العاب بسيطه مش زي الان غلك ايبادات وبوبجي وحاجات تلحس عقول الجهال ولا كان في لعبه واحنا صغار الكلام اللي فيه ما دخل باللعبه خالص لعبه الكبات الطيار طبعا لعبه الكبات الطيار هذه حجار يجلسوا يقولوا الكلام يقولوا بعدين بيت فلان محروق ويروحوا كل واحد يشل حجار واللي جنس بالمحروق هذه هو الخاسر بس كان الكلام مالوش دخل باللعبة خالص يعني يقولك الكبة الطيار طيار والعشي والنار والسكرين بريال طيطيط طيطيط بيت الوسط محروق شوية بخور وتحضروجين، بس أهم شي كانت لعبة حلوة ومستمتعين وزي ما قلنا همشي كنا مستمتعين وكنا أحيان بالعابنا هذه نعمل اختراعات يعني نجيب كرتون الحليب ونعمل له العودي حق الملين ابو عود ونعمل المغاطي حق الدباب وصلحنا سيارات احنا العابنا كانت كذا تعلمنا الابتكار طبعا وبعد ما نكمل العاب يجي وقت التلفزيون وقت التلفزيون كان معانا كذا واحد بالحاره اسمه المنبه هذا اول ما يجينا الاطفال على طول يخرج من الطاقه يقول القصه وما تشوفوا الا الغبار كل واحد جوري على البيت طبعا كان مسلسلاتنا اللي هي كده حلوة تعلم الأخوة الاحترام زي أنا وأخي زي سندباد داية الشجاع عدنان ولينا النمر المقنع يعني حاجة كانت كده حلوة تعلمك الشجاعة تعلم إحنا الأخوة تعلمنا الحاجة الحلوة يعني مسلسلات كده باختصار تحس إنها كانت إيش تنمية بشرية وزي ما قلنا الاطفال كانت تبدا الساعه خمسة ونص وتنتهي بالساعه سبعة بنشره الاخبار وكان في يوم اليوم المشؤوم يوم مجلس النواب يعني طول من الساعه خمسة ونص لا الساعة سبعة كنت تحس انك كذا مظلوم ساعه الواحد شال عليك حاجه والان من عشرين الى ثلاثين قناه وكلهم قنوات يعلمين الاطفال الهباله والبلاده ولا برضو لما كنا نمرض كانوا طبعا لما تمرض اهلك يروحوا يقولوا لك ايش قعاله كيك عصير طبعا كذا بكثره حتى وهو مروح من الحاره الناس تشوف العصير والقعاله هذه يعرفوا انه في بالبيت هذا مرض يقولوا له سلامات ايش في عندكم والله يقول له الابن تعبان مريض يروح البيت يجيب القعاله للمريض طبعا المريض يكون مالوش نفس ومعدته قالب ومش قادر يقول وبقيه اخوانك هنا فرحانين فرح ايش؟ ليش؟ لانهم هم اللي بيقولوا القعاله وانت جسم مريض ومالك الا المغذيه نذاله وكان في استراتيجيه مع الاهل حقنا كذا انهم يخرجوا منك اعتراف بطريقه استخباراتيه خبيثه يعني يقول لك انت قل الصدق وانا ولا بعمل لك حاجه طبعا انت من هنا تقول الصدق ومن الطام ثلاثي الابعاد من هنا يخليك تفقد ثقتك بالناس مدى الحياه. واحلى وقت كان للعقاب وقت الاكل، يعني هنا تجتمعوا انت تجي يقول لك ليش عملت كذا ويصنقك من الطام واللقمه بلقفك. انت هنا ما تدريش تبكي ولا تبلع، واحيانا كان برضو من طرق العقاب انه يعمل لك كذا ساعه باليد، قد ما كذا تجلس اسبوع فوق يدك. واللي يحس لك كذا فحص لما يرجعين زي الونان كذا احمر هنا طبعا احنا كنا نحس باكتئاب كذا وليش يعاقبونا وليش يضربونا فنحاول نعبر لهم عن الحزن حقنا ونروح ننتحر يعني ندخل داخل الدولاب ونقفل على انفسنا نكتظم شويه نفتح الباب نخرج نستنشق شويه اكسجين ونرجع نكمل انتحار عادي ولا لما كنا ننضرب كذا قلعة قوي خلاص بعدين انت تقرر انك ما تعيش بالبيت هذا اللي كله ظالمين وكل يوم يضربوك فتخرج تهاجر لا اذان المغرب طبعا ترجع البيت وهنا تحصل لك قلعة ثانية وبالاخير كانت طفولتنا حلوة وبريئة اما الان مع الحداثة والانترنت والتلفزيون وكثر القنوات والفيديوهات والحاجات اصبح لابد من تفعيل الرقابة الابوية المكثفة وتعالوا نشوف كيف كانت بدايتنا مع الدراسة طبعا أهلك يكونوا قد اشتروا لك الدفاتر والأقلام والمساطر والزاي وإلى آخره طبعا وإحنا صغار كان في حاجة بسيطة تسعدنا زي رائحة الشنطة والزي المدرسي والكتب وهي جديدة والمساحات وأحيانا كنا نيكل المساحات ويجي أول يوم أهلك يجهزوك يلبسونك الشنطة والزي المدرسي ويصلحوا لك الواحد السندوتش الفاصوليا والعصير طبعا السندوتش الفاصوليا هذا يتحط وين بين الكتب الفاصوليا تنتشر بين الكتب وتحصل حبه فاصلية كذا عامل فوق القسمه المطوله وتكمل باقي السنه وشنطتك بنكهه الفاصلية اول يوم ابوك يوصلك المدرسه طبعا هنا ما يوصلكش حنيه لا سمح الله يوصلك بس عشان تعرف الطريق وتكمل السنه وانت معتمد على نفسك طبعا انت هنا تكون خايف ومش خايف خايف انك بتروح المدرسه حاجه جديده عليك وعادك مش خايف ايش انه ابوك ماسكك بيده توصل المدرسه هنا يبدا العويل والبكاء اول ما ابوك يفك يده تبكي تبكي لما يكمل الدموع يقفين خلاص بعدين ما فيش معاك غير انك تدخل الفصل ومن هنا تمر الايام وتبدا باكتشاف انواع الطلاب ونجي لها عند اول طالب الطالب الحبوب الذكي الكيوت اللي جالس بالماسه الاولى هذا اللي خرج من البيت ضارب المشطة ومصلح البدلة كذا مكواي ولابس نظارة بسبب ذكائه الحاد هذا يجي المدرسة حافظ الدروس كلها كاتب كل الواجبات من قبل ما يجيبها هنا المدرس والاستاذ طول السنة يقرفنا فيه شوف الطالب فلان شوفوا فلان كيف ذكي خلوكم زي الطالب فلان طبعا هذا ما دريناش ليش اهله سجلوا انه وهو بالعبقريه هذه كلها وعكسه تماما الطالب اللي بنهايه الفصل الطالب العربي ده الصايع هذا غالبا يكون ايش مجمع جنبه كذا شله وهذا مش معتمد على اهله خالص معتمد على نفسه بخطف السندوتشات معه دفتر واحد لكل المواد وإذا قالوا أستاذ يخبطه مش ممكن يظهر أي ألم إيش بيقولوا على الشلة ومعك الطالب اللي بالماسة قبل الأخيرة الطالب الغامض اللي زيه زي الكرسي هذا الطالب لا يغيب اطلاقا ولا يتخلف على اي حصه ولا يمرض ولا يغيب هدفه الوحيد اثبات حضوره بالفاصل وغالبا الطالب هذا يكون ضحيه الطالب الصايع ومعك الطالب المعقله الطالب المعقله هذا غالبا يكون مصاحب لنص المدرسين ويتواجد بالبيئات الخصبه جنب الطلاب الاذكياء، يعني الاستاذ جاب سؤال فهو يدق اللي جنبه عادوا قابل السؤال ايش نص اجابه، فهو يسال يا استاذ انا 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 ويجيب الاجابه غلط، وهذا الطالب اللي مش ممكن يقر بالفصل خالص واصل ويش يخرج من الحصه، يا استاذ روح اجيب لك عصا، يا استاذ روح المقصف، يا استاذ روح الحمام، يا استاذ فتش الواجبات وهو اصلا مش كاتب الواجب، يا استاذ امسح لك الصنبورات، يا استاذ روح اجيب لك دباغاز، اي حاجه. نجي لا عند انواع المدرسين، طبعا المدرسين في منهم استاذ الضمير الحي، الاستاذ اللي كان بمثابه اب يحاول انه يوصل لك المعلومه بكل قوته، وهذا الاستاذ اللي يحببك بالدراسه، وهذا الاستاذ لو تكلمنا عليه يشيل لنا حلقه كامل، ومعك الاستاذه صاحبه الطاقه الخارقه سوبر تيتشر، وهذه الاستاذه اللي تقوم بحل كل المشاكل بوقت واحد. تفرع بين اثنين يتضاربوا، تصحح الواجبات، تودي واحد الحمام، صلح لزوجه غداء، خطبوط داخل الفصل. وفي معنا استاذ الجمعيه الخيريه الاستاذ هذا اللي يدخل لنا واصل دخلت اليوم الكرسي مكسور اليوم الحمامات الشي لهن ترميم ويوم القفل استراق ويوم إن الشي حق طاب الورق عشان الاختبارات ويوم عشان الملخص اللي كتبته لكم هو بيجي منه الاختبارات ويوم ورا يوم وحبيبي يفرقنا كل يوم ومعك استاذ الواجب هذا الاستاذ اللي يدخل مين بدايه الحصه وهو يفتش الواجب حرف حرف تكمل الحصه وهو يفتش الواجب استاذ الدرس مشروع استاذ الدرس مشروع هذا اللي دخل الفصل مش ناوي يدرس خالص راكب إنه ثلاثه جين واحد متعبر تعبير وهذا الاستاذ يراعي اي اثنين يتكلموا او يحصل ضجه عشان يقول كلمته الشهيره الدرس مشروع وهو بكذا يحسب ان احنا ايش بنخافه والله راحت علينا حصه وراح علينا درس ماش داري انه هذا يوم المنى احلى فرحه عندنا لما الاستاذ يقول الدرس مشروع ايه. وفي معاك الاستاذ هتلر الاستاذ هذا اللي يخرج من بيته شاهرا سيفه متجه الى المدرسه هذا طبعا يبدا من بوابه المدرسه وهو يخبط الطلاب اللي تاخروا بعد كذا يدخل الطلاب من الطابور بعدهم هشوش كانهم غنم لداخل الفصول يدخل الفصل يسمع عشان برضه يضرب واذا كلهم حافظين يفتش الاظافر برضه عشان يضرب وهذا الاستاذ نفسه اللي ينادي الطلاب يا ثور يا بعم يا تنح يا موز يا مشمش مش يا عنبرود ونجي لعند عند وقت المذاكرة وقت المذاكرة لما تقول خلاص أنا الآن بذاكر لازم اجتهد لازم أصير إنسان مذاكر ومتعلم زي الناس هنا أنت تبدأ تذاكر أدفع حاجة بالحياة تشغلها ممكن أنت مسكت الكتاب حصلت ذرة كذا ماشي فتقوم تتفكر بالذرة هذه الذرة هذه تقول فين ساكن إيش معي بظهره وتقوم تجري بعدين حتى كيلو أهم شيء أنت اللي هي نفسك ولا تقول ايش انا عاطش وانت عادك كم تشرب ماء انا قاوع اي حاجه تشغلك عن المذاكره طبعا لو انت بتذاكر ساعتين يخرج لك منه ربع ساعه وفي بعض الاسر اللي تسبب لابنهم رعب يلا ايش معك سارح راجع كملت يومك جزع رقعه مذاكره ابني وعادوا لو وقع ايام الاختبارات حالة طوارئ هنا ما فيش صحبة ما فيش تلفزيون ما فيش خرقة يلا مذاكرة ولو وقع بس 98% هنا خلاص الابن ضاع الابن تحطم الابن مدريش في بول استيعاب عنده ويروحوا المدرسة وراجعوا ليش ابننا ذكي ابننا كيف ينقص درجتين وإحنا بنسحب الملف حقه من عندكم انتم مدرسة فاشلة وعكس تماما الأسرة المهملة اللي كل اللي عملوا انهم سجلوا ابنهم بالمدرسة وخلاص ويوفروا له مصروف ومش عارفين انه بالمصروف هذا ممكن يروح البلياردو ممكن يروح انترنت ممكن يصاحب شله شمات وما يحضرش المدرسه وتفسد اخلاقه يعني التربيه كلها مش انك توفر مصروف بس، لازم انت تتابع بعد ابنك اول باول. وبرضه الطالب عندنا مسكين، أحيان له مشاكل كثيره زي النزاعات العائليه المستمره، زي انشغاله بتوفير المال، وينشغل عن الدراسه، عندنا الاشغال كلها من الصبح لاخره الليل، التعامل السلبي لبعض المدرسين مع الطلاب. وحين واقع الخريجين لما يتخرجوا يعني وما يحصلوا وظائف يستحقوا تحصل الطلاب يقول لك هي شوف الاولين شوف الخريجين ايش عملوا قاد انا ببطل الدراسه وبكمل شغل وخلاص وفي كثير من المشاكل اللي لو حبينا نذكرها نشتي لنا حلقات ونجي للحلول يعني اول حاجه اهم شيء الاسره الاسره هي راس الهرم يعني رجاء 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 لو في عندكم مشاكل تحاولوا تبعدوني عن ابنكم علشان توفروا له اقل شيء بيئه مناسبه للمذاكره للاستيعاب انه ما يكونش معقد يعني لو حبيتهم تتخابطوا روحوا تخابطوا بعيد توفير متطلبات واحتياجات الطالب يعني بعضهم بيقول لك أه الدنيا غلا وهذا لا حبيبي بدل التخزين هذه وقف تخزينه بس يومين وبتوفر لابنك كل الطلبات والمدرسين برضو لازم يعني يحاولوا انهم يفصلوا بين حياتهم الشخصيه وحياتهم العمليه والطالب مهما كانت ظروفه او ظروف الذي سبقوه ما ويكمل بكل ما اتاه الله من قوه، لان التعليم حاجه اساسيه لنهضه الامم والشعوب وتطورها، والاهتمام به هو اولويه قصوى حيث لا يقل اهميه عن الطعام والشراب، اذا كان جسم الانسان ينمو بالطعام والشراب فالعقل يحتاج لينمو بالتعلم، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المهد الى اللحد. سلام